الصلاة والسلام بعدد علم الله عليكم يا أنبياء الله ويا رسل كرام الله. الصلاة والسلام بعدد علم الله عليكم يا أولياء الله ويا رجال الغيب ويا أرواح المقدسة. أغيثوني بغوثة الله وانظروني بنظرة الله وأعينوني بعناية الله. أدركوني سريعا برحمة الله. الصلاة والسلام بعدد علم الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا أحمدي يا محمدي يا وسيلتي يا نوري يا هدايتي إلى الله. خذ بيدي قلت حيلتي. أدركنا سريعا برحمة الله. أدرك أبا القاسم أني منحصر. سيدي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو النور. اللهم يا لطيف أدركنا بلطفك الخفي نحن العاجزون. وأنت الغني العزيز يا رحمن يا رحيم يا الله جل جلاله يا أحد يا صمد يا من عنك مددي وعليك معتمدي. عجل فرحي وفرح إخواني بحرمة سيدنا محمد العربي وبحق اسمك العظيم الأعظم وبمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك ومنتهى الفضل في نبيك الرحمة ومنتهى الإحسان من حب ذاتك. اللهم بحب ذاتك تحصنا يا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا. اللهم شفعه فينا بجاهه عندك إنك على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام بعدد علم الله عليكم يا أنبياء الله ويا رسل كرام الله. الصلاة والسلام بعدد علم الله عليكم يا أولياء الله
الله ويا رجال الغيب ويا أرواح المقدسة اغيثوني بغوثة الله وانظروني بنظرة الله وأعينوني بعناية الله أدركوني سريعا برحمة الله. الصلاة والسلام بعدد علم الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا أحمدي يا محمدي يا وسيلتي يا نوري يا هدايتي إلى الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركنا سريعا برحمة الله. أدرك أبا القاسم أني منحصر سيدي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو النور. اللهم يا لطيف أدركنا بلطفك الخفي نحن العاجزون وأنت الغني العزيز. يا رحمن يا رحيم يا الله جل جلاله يا أحد يا صمد يا من عنك مددي وعليك معتمدي عجل فرحي وفرح إخواني بحرمة سيدنا محمد الأرابي وبحق اسمك العظيم الأعظم وبمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك ومنتهى الفضل في نبيك الرحمة ومنتهى الإحسان من حب ذاتك. اللهم بحب ذاتك تعصنا يا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا. اللهم شفعه فينا بجاهه عندك إنك على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Rabbel Alemin, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile sana tevessül ediyor. Onun yüzü suyu hürmetine senden şunları talep ediyorum ya Rabbi. Ya Rabbi, bana, anneme ve babama ve aileyi efradıma ve bütün müminlere dünya ve ahirette af ve afiyet ihsan eyle. Her birimizi dünyevi ve uhrevi felaketlerden muhafaza eyle. Dünyada ve ahirette saadet ve selamete ve hidayete nail eyle. Her daim senin ismi şerifini kalplerimizde zikretmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi.
Ya Rabbel Alemin, son nefes dahil son nefese kadar senin dinine, kitabına hizmetçi olmayı, hizmet etmeyi ve hizmette muvaffak olmayı nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri insan ve cin şeytanlarının şerrinden ve iki kaşımızın arasında bulunan nefsimizin şerrinden ve şerlerinden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri yarattığın mahlukatın tamamının şerlerinden, bilhassa haset eden hasetçilerin şerlerinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ailelerimize huzur ihsan eyle. Bizlere dünya ve ahirette rezil olacağımız amelleri işlettirme. O amellerden bizleri uzak ve muhafaza eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Lillahi Teala'l Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sırâdal müstakîm. Sırâdal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mezzûbi aleyhim veladzallîn. Amin.